أهلا تفضل. السلام عليكم. عليك السلام حياك الله تفضل. أستاذ وليد. حياك الله تفضل. أنا علي من العراق، أقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الأبيات: إني خصصت على نساء محمد، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم حياك الله أستاذ وليد. حياك الله، جزاك الله خير. فقط يعني عندي إلزام، تسمعني أستاذ وليد؟ اتفضل بس على السريع علي، ربنا يبارك فيك. اسمع هذا الإلزام. اتفضل. الإلزام يقول: الشيعة تتهم السيدة عائشة بأنها منعت الإمام الحسن أن يدفن قرب رسول الله. الإشكال يقول: أنتم ألستم تقولون أن النبي لم يدفن في بيت عائشة؟ فكيف عائشة منعت الإمام الحسن أن يدفن في بيتها؟ تناقض هذا أول صارخ، إلزام. تناقض صارخ، عجيب، تناقض اجتمعت به الخطوات الثمانية، الوحدات الثمانية في علم المنطق. الإلزام الثاني، اسمحوا ولنا موضوع آخر فيه. نتحداهم الشيعة، نتحداهم أن يثبتوا لنا تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتحداهم، وهذا له مغزى آخر إن شاء الله سنطرحه. بإذن الله. لماذا هم اختلفوا في 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 تاريخ، في تحديد موعد وفاة رسول الله؟ هناك مواعيد فوق 30 تاريخ موجود في عند مراجعتنا للتاريخ. هذا ثانيا. الإلزام الثالث: لو سلمنا أن النبي الأكرم توفي في بيت فاطمة الزهراء عليها السلام، واضحة، فهذا يستلزم أن الخليفتين أبا بكر وعمر هل هم مدفونان في بيت فاطمة الزهراء؟ إذن أين العداوة والبغضاء وكسر الضلع وأسقاط المحسن؟ واضح أستاذ وليد هذه نعم الإلزامات؟ يعني جزاك الله خير يا علي، ربنا يبارك فيك. نعم، حياك الله عزيز. حياك الله حياك يعني، الله، مع ربنا يبارك السلامة. فيك، جزاك الله خير ونعم الكلام، ربنا يبارك فيك.